الخواج هي جماعة طلعت في الأغلب بعد الشيعة في زمن علي، وبقول الإمام أحمد أبو زهبي هذا الخصوص أنه هاي الجماعة طلعت بسبب القتال اللي كان بين معاوية وعلي، وأنه في وحدة من هاي القتالات صفع جيش معاوية المصاحف وطلب التحكيم، وهنا علي كان رافض الموضوع، ولكن مجموعة من الجيش علي وهم خرجوا على أما علي رفضوا الكلام تاع علي واختاروا كلام معاوية وهو التحكيم. وبقول كمان الإمام محمد أبو زهاب هذا الموضوع أو بهذا الخصوص أنه في هنا كمان تناقض عند هاي الجماعة، لأنهم زي ما قلنا قبل شوي في الأول كانوا ضد علي لأنه كان رافض قضية التحكيم، ولكن بعدين في المستقبل صار يطلبوا من علي أنه يتوب. ليش؟ لأنه ببساطة عمل هذا الموضوع ونزل على كلامهم ووافق على قضية التحكيم تعيت معاوية. وبقول الإمام أنه هاي الجماعة كانت أكثر الناس اللي عندهم حماس للدفاع عن المذهب تاعهم، لا وكمان الأشد تدينا، وكانوا يأخذوا بظواهر النصوص، كانوا يرفضوا حكم الصحابة زي عثمان والإمام علي وكمان بني أمية. وبقول الإمام أنه هذول الناس ما كانوا يخافوا من الموت، بالعكس كان عندهم الهوس، وبشبه هذول الناس اللي هم الخواج ببعض المسيحيين اللي كانوا في الأندلس اللي كانوا يشتموا النبي محمد عليه السلام بس عشان يموتوا. أهم الأشياء اللي بتفقوا عليها أنه الخليفة بشكل عام لازم يكون عن طريق الانتخاب، ويكون الانتخاب لكل المسلمين، والخليفة بيظل في منصبه طول ما هو بقيم العدل وكمان الدين، وإذا ما عمل هيك الخليفة يتم عزله أو قتله. اثنين، بالنسبة لهم ممكن أي حدا يكون خليفة، وهذا على عكس السائد عند المسلمين أنه الخليفة لازم يكون من قريش استناد لبعض الأحاديث الصحيحة. ثلاث، بالنسبة هم اي واحد بيعمل اي غلط شو مكان يعتبر كافر خارج عن الملة، وعشان هيك كفوا علي عشان موضوع التحكيم اللي حكينا عنه في البداية. من شدة تشددهم، وهي بالنسبة للنقطة رقم 4، بالنسبة لهم اي واحد يجتهد بالدين يعاد كافر خارج عن الملة، عشان هيك كفوا واحد زي الطلحة وكمان الزبير عشانهم خالفوهم ببعض المسائل. فاق الخواج الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق اللي انقتل في واحدة من المعارك، كانوا يآمنوا أنه أي حدا بخالفهم مخلد في جهنم ويجوز مقاتلته، وكمان بالنسبة ليهم بيجوز سبي ونهب كل مخالفيهم وأخذ باقي الناس عبيد حتى لو كانوا مسلمين، وكمان ما كانوا يآمنوا براجم عشانهم بوخذوا بظهر النصوص، وبالنسبة ليهم ما بثبت حد القذف إلا في النساء لا رجال، وبعتقدوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يغلط، مش غلط صغير، ممكن يكون غلط من الكبائر. النجدات وهي المجموعة كانت تتسهل في دماء أهل الذمة، فهم كانوا يشوفوا أنه يجوز أخذ أموالهم وكمان حياتهم، كمان ما بيأمنوا بشكل أساسي بفكرة الإمام، فإذا كانوا المسلمين والأفراد يهتموا بحالهم بدون الحاكم ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع، ولكن ما هيك هم مع فكرة الإمام عشان بيشوفوا أنها إشي مهم مش عشان هو إشي أساسي من الدين. وكمان هم بتميزوا عن باقي الخواج في قضية التقية، وهي إخفاء معتقد الشخص وكل إشي عنه عن أعين المخالفين. الصفية وهم أتباع واحد اسمه زياد ابن الأصفى، وهذول خالفوا اللي حكينا عنهم ببعض المسائل، ومنها أنه مرتكب الذنوب لا يكفى، وكمان هم كانوا ضد التساهل في دماء المسلمين، ولا بيشوفوا أنهم المخالفين لازم نقاتلهم، ولا بيشوفوا جواز سبي النساء والأطفال، وبيشوفوا أنه فقط القتال للمقاتل. العجادة هم أتباع عبد الكريم، وكانوا يخالفوا اللي ذكرناهم بالسابق بقضية الجهاد، فما كانوا بيعتقدوا أنه لازم المسلم يظل جاهد ولا كمان مع الجلوس وعدم القتال، بشوفوا أنه الهجرة من عند المخالفين فضيلة، هم ضد استباحة الدماء وأموال المخالفين ليهم، وما عندهم القصاص أو القتل بصير إلا بحالة واحدة أنه اللي شخص من اقتص منه يكون قاتل لا أكثر ولا أقل. الإباضية وأعتقد أنهم أهم إشي عشانهم لحد هسه موجودين، وبقول عنهم الإمام أنهم أكثر هاي الفرق اعتدالا وقابهم إلى جماعة الإسلام، وهم أبعد الناس عن الشطط والغلو، وبقول أنهم ليهم فقه جيد وفيهم علماء ممتاز، وهم اعتقاداتهم أنهم مخالفيهم لا هم مسلمين بالنسبة لهم ولا هم مشركين، وبيحكوا أنهم مخالفيهم كفار ولكن كفار نعمة لا كفار اعتقاد، وبيحكوا هيك عشانهم بيعتبروا مخالفيهم مش كفار اعتقاد بل انهم قصوا او قصوا في جناب الله سبحانه وتعالى. اما دماء مخالفيهم فهي حرام عليهم، وداهم دا توحيد واسلام، وعندهم كمان انه اذا صارت حالة فيها هم بقاتلوا مسلمين لا يجوز لهم ياخذوا من المسلمين الا الخيل والسلاح، اما غيرك برجعوا. وبعلق الامام محمد بن زهر بيقول انه هذا كله ببين اعتدالهم وانصافهم
أطرافهم. إذا محتواي عاجبك وحاسس إنه بيستاهل الدعم، حابب بالمستقبل إنه يتطور أكثر وإني أنا كمان أقدر أستمر فيه، بتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتريون، وطبعا جميع الحسابات والأرقام حاليا قدامك على الشاشة. سلام.